رهف حطتني هيد شوت. وين رهف عم انا شو عم تعمل رهف؟ هلا والله طيبين، كيف شو بخير؟ ان شاء الله كيف تمام احنا ناس مثل ما انتم شايفين طيبين. هون عنا نزل فاير باس جديد، او لا مو فاير باس، بويا باس. ايه بويا باس، مشان تخربت فاير باس كان ايام زمان، بس هذا بويا باس. يا بسم الله. ايوه هون يا معلم عنا اثنين انواع من كيف يعني الحصول عليه. اوكي راح ناخذ كالعاده راح ناخذ بول 800. تمام اوبا هي فتح معلم. ايوه جميل، هون فتح عنا. يا سلام، اكتبوا صلى على النبي شباب، تسونا بزر لايك. اوكي جينا ونطو، هات لنشوف هات لنشوف يا ونس عنا اليوم معلم الضحكه الاخيره يا معلم. خلاص بعد هذا الفاير باس شباب ما عاد في ضحك، يعني شكله جدي معلم. بويا باس اسف. اوكي عنا اول شيء سكن البنت، قول لي طبعاً سما شفنا شيء. الو الو بدنا نفرج، نعمل له اوبشن، نعمل له مو اوبشن، نعمل له زوم، ما شفنا شيء. المهم باين على اليمين، هذا هو السكين بين، القميص، الشعرات، الحقيبه والبنطال. لا البنطال شوي خلي وضع ريلاكس عليكم، ركز شوي نطلع من هون على السريع. وين هلا شباب؟ شكله تمام الوضع. وعندنا هون معلم المقلايه معلم، بقلايه معلم، شكله شكل جوكر، ما جوكر معلم. يا اخي البقلايه بشكله بذكرني بشي فيلم. ايوه يمكن ما بتعرفوا سوسي سكواد، هذا سوسي سوسايد سكواد. المهم معلم يشبه المعلم، هذه الضحكه هيك بعرف هيك يعني عم بصير معي فلاش باك. المهم نحصل عليه هي وشو معلم، نحصل على الكل، خليني بس نحصل على الكل. هي حقيبه، اوه في هون عندنا حقيبه معلم، بس شوي ماشي الحقيبه، طول بالك طول بالك. وين الحقيبه؟ وين 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 راحت الحقيبه؟ اي لا مو الحقيبه، وين راحت؟ هون في عندنا سياره تمام. و وين هذيك الحقيبه؟ اوبا هذا صندوق الغنائم، هذا ايش هذا؟ معناه هذيك كبروا، ما معقول حبيبي والله. وبعدين وين الحقيبه؟ اها الحقيبه الجميله، خلونا نشوف الحقيبه عن قرب هيك معلم. اوكي شو حقيبه على ليفل واحد بس ولا شلون؟ ليفل واحد بس ولا شلون يا جماعه؟ انا ما فاهم ماشي شو عم بيصير هون. وعندنا هون القنبله طيبين مثل ما انتم شايفين. اوبا قنبله، اوه ضحكه كبيره، يا سلام نظاره باللوز، يا سلام فرج معلم حبيبي والله. نكمل شوي كمان كمان كمان، اوه الدلاجه الظاهر، مدلاجه ابتسامه متمرجه متعرجه، ايش مكتوب معلم حبيبي والله، اكتبوا بالتعليقات. وشو كمان عندنا هون شباب؟ عندنا هون اوه حقيبه جميله، حقيبه شو شو عم يسمعي حقيبه معلم؟ انا سامعي لايك شباب، لا تغزوني يا جماعه. عندنا هون الثلج، ثلجة اليقطيني معلم، شكله هون قربنا على شكل نوفمبر، هالوين ما هالوين، فهمت علي شلون؟ الضحك الغريب العجيبه. تمام تمام شوفي عندنا هون، بس ما شايف لحد الان، طول بالكم. الو لحد الان انا ما شفت رقصه يا شباب، شو الموضوع هون؟ شو القصه؟ انا معلم اذا في فاير باس ما في رقصه مع الرقصه معلم، انا ما مبسوط، لازم يكون في رقصه. وهذا البوي باس ولا فاير باس دائما ملقلق ما في رقصه، انا مش عاجبني الوضع، مو عاجبني شباب، انا ارفض هذا الشيء. اوكي يا طيبين، وهذا هو سكن الشاب، يا سلام حلو والله، يعني هو السامبل فيه افكتات، ما افكتات بتطلع حلو صح، حاجات ما ضحكات شيء تمام تمام. الان يا جماعه حان الوقت شو؟ انه ندخل نجرب شغله شغله، انطلق تمام، ندخل نجرب شخصيه لبسه البنت هذيك معلم، لانه صراحه هذيك لبسه معلم يعني خلي وضع الاكس عليكم، لانه معلم حبيب والله. حط سكن البنت، ايوه يا سلام حلو، ندخل شباب اللعبة يعني، شوف العيون البنات، العيون البنات، العيون البنات. أنا معلم صار شوية معي تلقلقة، بس ولكن حبيبي والله عليك ولا تخرج عن النص أو تبلع هيد شوت بعد شوي. وين كنا؟ هيك ركز شوي. هذا هو سكن البنت يا شباب، هو سكن عن جد صراحة، سكن البنت أحلى من سكن الشاب. خلي الوضع ريلاكس خلي والله، سكن البنت معلم هذا هو الشاب، خلينا نطلع منه على السريع. خلي الوضع ريلاكس تمام. هذا هو سكيل بن. يا سلام نحط شوف سكيل الشاب شباب، لانه كثير مهم سكيل الشاب انه نشوفه، لانه نحن لاعبين فري فاير ولازم يعني نجرب سكيل الشاب، كثير مهم كثير مهم. وين سكيل يا جماعه؟ وين المعلم هذاك يا معلم؟ وين الخزنه يا ولد؟ هاي هي الخزنه، يا سلام. وين 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 السكيل؟ التعزة تسيح غير قادر على تجهيز الجلسة، ايش هو هذا معلم؟ يا ولد ايش هو؟ ايش عم بيصير هون؟ ما هذا هو وات بقلاوة؟ ايش فيه؟ وينه؟ يا ولد وينه يا ولد؟ حبيبي والله شو عم بيصير هون؟ الشيء اللي هون معلم لاحظته كمان الحقيبة بس ما فيها ليفلات،
وانا انا غلطان يا جماعه حقي ما في بس ليفل واحد والله لازم نجربه بس سكن الشاب وانا معلم عم يخلي ما مو نفس اللوز شو بعد سيرون اصبر شويه ابو شريك وين ضعت انا ضعت ورحت هون تحت حبيبي والله يا اخي انا صلي الساعه بدور هذا سكن الشاب وطلع معلم فالي جايب هاي هلا والله لديك شاب لا تاخذون الشاب جاي جديد بالشغل وماي مريح للساعه منيح ولا هيك الوضع يعني داخل بألف حيط وحيط اوكي صار معي لقلق يا شباب تاخذوني والله معلم الوضع هيك تمام وضع معلم هلا نقدر نشوف نجرب ونضبط الوضع يا جماعه شو عم بيصير معك عليكم والله لا تاخذوني نحط هالمظله ونحط هاي ونجرب هاي ونحل شو نفس الوقت يعني وين هذيك الثلج نشوف الثلج يا شباب الثلج شفتها باين عليها حلوه كمان نشوف الثلج وين الثلج يا ول اين انت يا ثلجتي يا جميلتي ها عملنا تزويد حلو امورنا طيبه معلم ترى بماني معلم صار لي زمان مالي 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 بوكس مالي جايب هيتشاتات تمام يلا شباب ان شاء الله الوضع قريبت قربت قربت يا جماعه قربت على الرجعه الاسطوريه يا شباب طولوا بالكم حلو هذا هو الحقيبه معلم مع اوكي هون عندنا نحط الحقيبه معلم مشان نشوف هيك كلياتها مع بعض معلم نجرب فيه الفاير باس كله على بعض سوى شو نحط الحقيبه رقم واحد ما في ليفلات معلم شغل معلم ما وجع راسه فري فاير معلم هذا الفاير باس خلاص انا بدي احط البلاد خلاص اسمع لنا نعمل شيء جديد ليفل واحد وبس حبيبي والله لا بس والله فكره حلوه كمان واسطوري يعني حلوه شيء تغيير هيك تمام التمام اوكي انا ايش لحكت بحر بلعب شباب لانه انا صرت صفت نوب اوكي في فورد معلم ندخل بلبل البلبل شو بربر مبربر نسيت البربره كمان معلم مصطلح البربره معلم كيف انسى هيك يا سلام السلام عليكم طيبين كيفكم شباب بخير جيتكم بسلاح جديد وهيتشات جديد وكيف يموت هذا؟ لا حرام كيف ما يموت؟ ايش هذا معلم؟ كيف ما يموت هذا يا جدك؟ الو يا ول تعال انت تعال انت قول لي ليش هي مو لابسه يا ول؟ ليش مش لابسه يا ول؟ الدنيا برد البسي روح البسي اسمها رهف يلا البسي رهف روح البسي روح البسي عيب عليك البسه شوي تستر شوي يخرب بيت سنتك من قلبك ليك رهف معلم ورهف ما اسمع علي طول بالك رهف 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 عطتني هيد شوت وين رهف عم رهف شو عم تعمل رهف شو عم تعمل رهف ايش في رهف قول لي وصار صار في تار بيني وبين رهف وين رهف هي هي رهف هي رهف معلم رافع الدي بي اي شوي ايوه يلا الله معك رهف شوفك على خير تبي على حالك وحبيبي والله اوكي وين 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 البقية اوه انا اقوى لاعب يعني انا معلم شكل رهف معلم بدها تنتقم وين رهف عم دور علي الظاهر لا ما هي هون اوكي حبيبي والله بطاطا مخليه معلم واحد اسمه بالجيم يا سلام وينكم طيبين الو معكم كيكو ليكو اوه تجيب اللوز هي معلم السلام عليكم الله عليك يا اخي يا اخي والله انا طيب بلعت لقد بلعت وبلعت اي رهف معلم اوه رهف راح تنتقم اعطتني هيد شوت ظاهر ايش ول يا الله كيف ما تموت يخرب بيت ستك ويل مودي لا شباب لا خلاص معلم خلي الورا ريلاكس ابو شريك وهون وصلنا لنهايه المقطع يا شباب ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع اللوز نتمنى لكم يوم سعيد ونراكم بفيديو اخر اكتبوا تعليقات شباب شو حابب نرجع شباب بس ولكن بسلسلات جديده لفري فاير يا جماعه بدي اياكم تقترحوا علينا سلسلات باللوز شكرا على خير لا تنسوا شباب تشتركوا بالقناه الثانيه شباب بالمناسبه نسيت انا الو قناه ثانيه معلم يلا شكرا على خير